من ضمن عقاقير تحفيز الاداء المنبهات، وكل الحاجات دي دلوقتي خلاص بقى ليها اختبارات عامله زي اختبار الحمل كده، بيحطوا نقطه بول وبعض الحاجات بتبقى نقطه سيرم من دم معمول له سنترفيوجيشن، وبيبص نلاقي في خطين حمر يبقى النتيجه ايجابيه، خط واحد يبقى ما فيش يبقى النتيجه سلبيه، ودي بتبان جدا وبتتعمل لكشف المخدرات ولكشف المنبهات. يبقى كده الشخص اللي هو الرياضي بيضر روحه صحيا وفي نفس الوقت هيخسر البطوله. طيب المنبهات ايه هي منبهات؟ بيستخدم بعض الرياضيين المنبهات لتنشيط الجهاز العصبي المركزي وزياده معدل ضربات القلب وضغط الدم. يمكن للمنبهات تحسين القدره على التحمل، تقليل الاجهاد، كبت الشهيه، زياده اليقظه والضرائب. وتحتوي المنشطات الشائعه على الكافيين والامفيتامين. تحتوي ادويه البرد في الغالب على احد المنشطين التاليين الافيدرين والسودو افيدرين هيدروكلورايد. كما تحتوي مشروبات الطاقه الرائجه بين العديد من الرياضيين على جرعات عاليه من الكافيين وغيرها من المنبهات. وتندرج عقاقير الشوارع مثل الكوكايين والامفيتامين ضمن المنبهات ايضا. المخاطر، على الرغم من قدرة المنبهات على تعزيز الأداء البدني وتعزيز الضرورة في ساحة اللعب، إلا أنها تسبب أضرار جانبية يمكن أن تخل بالأداء الرياضي، ومنها العصبية والهياج واللذان يسببان صعوبة التركيز أثناء المباراة، بتخلي الرياضي متنرفز. الأرق والذي بإمكانه منع اللاعب الرياضي من الحصول على حاجاته من النوم. الجفاف، ضربة الشمس، بيكون أكثر تعرضا لضربة الشمس. الإدمان أو التحمل، وهذا يعني أن الرياضيين بحاجة لكميات أكبر لتحقيق الأثر المطلوب، وبالتالي يأخذون جرعات أعلى بكثير من الجرعات الطبية المقصودة. وتتضمن الأعراض الجانبية الأخرى التالي: خفقان القلب، عدم انتظام ضربات القلب، فقدان الوزن، الرعاش، ممكن يجيلهم شلل رعاش، ارتفاع ضغط الدم الخفيف، الهلوسة، السكتة الدماغية، النوبة القلبية، وغيرها من مشكلات الدورة الدموية. خلاصة القول، هل عقاقير تحسين أداء فعلا فعالة؟ قد يبدو أن بعض الرياضيين بيحققوا مكاسب بدنية من هذه العقاقير، ولكن مقابل ماذا؟ مقابل تدهور صحتهم. لم تخضع الآثار الطويلة الأمد للعقاقير المحسنة للأداء لدراسات مستفيضة، أما الفوائد قصيرة المدى فهي قليلة مقارنة بالمخاطر العديدة، ناهيك على أن معظم المنظمات الرياضية بتحظر استخدام او تعاطي محسنات الاداء. وفي جميع الاحوال فان استخدام عقاقير تحسين الاداء امر محفوف بالخطر، منها تدهور الصحه وخسران البطوله. يبقى احنا ناكل بطريقه صحيه، ناكل اكل متوازن تبع الهرم الغذائي اللي ذكرناه قبل كده، نمارس تمارين رياضيه، لان دلوقتي خلاص اي عقار هيتاخد هيتكشف، ونبعد عن اعلانات النت، نبعد عن الحاجات اللي هي بتتباع في الجيم، بتبقى علب كبيره كده حجمها كبير وشكلها جميل واحنا مش دارين هي فيها ايه. احنا ذكرنا لكم اهو الحاجات اللي موجوده في هذه العقاقير اللي تسبب ضرر بالغ للانسان. مع السلامه.